أم شغلت قضية مطالب محمد صلاح الشارع المصري، ولكن اتحاد الكرة احتوى الأزمة في المعسكر الذي سبق مباراة النيجر لتعود المياه إلى مجاريها ويسود الود من جديد. القضية في تقرير حمادي القردبو ورامي رجب من القاهرة. أول حاجة قالوها بعد الكلمتين اللي أنا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنية، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف إيه، مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كمن ناحيه وطنيه كمن ناحيه كل حاجه. انا شفت محمد صلاح وسط الجمهور في الحقيقه مش عارف يتحرك، فمن حقه انه يكون له تامين، ومن حقه انه يكون اللعيبه الاخرى تامين. قبل ايام كانت القضيه الرئيسيه في مصر هي الخلاف بين وكيل اعمال محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم. الأزمة اللي عملها رامي عباس، يعني الأزمة الطلبات اللي طلبها بالطريقة دي، هي يمكن استفزت برضو كباتن كبار في وماسكين اتحاد الكورة، هي دي اللي استفزت الموضوع، كبرت الموضوع. الطريقة والأسلوب بتاعت رامي هي دي بس اللي عملت إيه المشكلة، اللي خلت فيه سن، يعني كلام فيه سنة لوي دراع أو عجرفة، لا يعني. لكن محمد ما طالب به حق مشروع، لأن هو شايف إحنا عايزين محمد صلاح ناجح ولعيب كبير، ولابد إن إحنا نحافظ عليه. قضية شهدت تصعيدا، أما النقطة الإيجابية فهي أن الجميع أكد على قيمة صلاح وأهميته ووقف إلى جانبه ووافقه. يكفي أن اسم مصر بقى على كل لسان في مساحة الكرة الأرضية. في ناس كتير ما كانوش يعرفوا إيه مصر. مو صلاح دي عملت ثورة. يمكن هي المشكلة كلها جرت لما وكيل اللاعب بدأ ينشر على الفيسبوك أو على الصفحة بتاعته تصريحات أو كلام استفزازي. الكلام ده هو استفز المصريين أو استفز الجمهور. لا، زعلت إن يعني في ناس فهمت غلط، يعني أو فهمت مطالب محمد صلاح بطريقة مش كويسة، يعني خدتها بمحمل إن هو بقى متكبر، ولا طبعا هو عمره ما يبقى كده. يعني محمد صلاح أسطورة ما تتعوضش، فمفروض إن هم يتعاونوا معايا أكتر من كده، ما يعملوش مشاكل. هو حتما سوء تفاهم تم تجاوزه في المعسكر الذي سبق مباراة النيجر ليعود الود بين الجميع، والنتيجة ظهرت على استاد برج العرب في الإسكندرية. فمبروك لمصر الفوز، وكلنا ثقة وأمل بأن تونس ومصر ستتأهلان عن المجموعة العاشرة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. حمادي قردبو، صدى الملاعب. طبعا لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي الأستاذ عصام سالم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا، الأخت هند والأخ عبد العزيز الدغيسر والأخ فوزي أسعيش. يسعد صباحك. بداية مبروك الفوز في الودي في المباراة اليوم، ظهور مميز للمنتخب المصري، والأجمل فيه الصلح الذي سبق بين اتحاد الرياضة المصري وأيضا النجم محمد صلاح. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل استحق اسم محمد صلاح كل هذه الزوعبعة، كل هذه الأزمة ممكن أن نقول، خاصة أننا نتحدث عن قيمة رياضية استثنائية بالمعطيات، هو أفضل من ميسي، هو ينافس أفضل لاعب في العالم؟ أولا باختصار شديد، أنت قلته يعني لخصت الموضوع في جملة جميلة في الانترو، بأن المصالحة جاءت على حساب منتخب النيجر الذي سقط بسداسية كاملة في بداية مهمة المكسيكي خافيير أجيري مع منتخب مصر. نعم. محمد صلاح أكد الجميع مدى وطنيته، مدى حرصه، مدى انتمائه لمنتخب بلاده منتخب مصر، وأكد أن الأزمة التي أطالت برأسها خلال الأيام الماضية كانت بمثابة زوبعة في فنجان سرعان ما اختفت بلقاء المهندس هاني أبو ريدة مع كل اللاعبين، مؤكدا لهم قيمة محمد صلاح، وأن كل الطلبات التي عرضها كلها طلبات مشروعة. طيب الطلبات اللي طلبها، يعني هل هي كانت تتحدى أو تتعدى بالأحرى السقف الاتحاد المصري؟ لا 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 تتخطاها، ولكن هو المشكلة هند أن أولا الخلاف كان بين احترافية محمد صلاح الكاملة وأسلوب الهواية الذي يتبعه اتحاد كرة القدم في التعامل مع هذه الثروة القومية. نعم. لأن محمد صلاح تعود في الملاعب الأوروبية على أعلى مستوى من الاحترافية،
بينما اتحاد كرة القدم يتعامل حتى الآن مع الأمر بالهواية الكاملة. وهذا شيء ليس بالجديد، ليس بالجديد. نحن نتحدث شاهدنا يعني معظم المنتخبات العربية يعني التي شاركت في مونديال روسيا كانت يعني بتواجد فيها معظم الأسماء عالمية، وهو مطلب يعني بسيط وأساسي أنه يكون فيهم يعني أشياء أساسية من ناحية الأمن، من ناحية الطيران، من ناحية الأشياء الكثيرة. يعني مش من المنطق يعني لاعب بقيمة كقيمة محمد صلاح أو ما شابه أنه يسافر بدرجة يعني مش مقبولة. يعني إذا أنا بقولك باختصار شديد، إحنا كمصريين لا نزال نعيش في الحلم، لأننا نتابع لاعب أولا حصل على المركز الثالث على مستوى أوروبا كلها، وينافس الآن على مستوى على لقب أحسن لاعب في العالم. صحيح. مع كريستيانو رونالدو ومع مودريتش، يعني على حساب قيمة كبيرة جدا في الكرة العالمية، هو ليونيل ميسي الذي غاب عن هذه القائمة لأول مرة منذ 11 عاما، وظهر وأطل محمد صلاح برأسه لينافس الكبار وليؤكد أنه من نوعية هؤلاء النجوم الذين يستحقون أن يكونوا على قمة الكرة العالمية. كل هذه الأجواء نحن بكل أسف في مصر لم نستوعبها بالشكل الكامل. طيب ما الشيء الذي سيوفر لمحمد صلاح لاحقا؟ نعم، شو الأشياء اللي ستوفر للنجم محمد صلاح ونحن نعي تماما؟ أولا حكاية التأمين الكامل يا هند، لأن في الآخر محمد صلاح نجم وطرده الجماهير في كل مكان، لابد من توفير الحماية الكاملة له في الملعب وخارج الملعب. ثانيا موضوع الطيران والتذكرة الإيكونومي والبزنس أعتقد برضه ستعالج بشكل كبير. ومحمد صلاح احترافيته الكاملة يا هند في هذه الأزمة، أولا عندما أكد أن هذه المطالب تخص كل لاعب المنتخب وليس محمد صلاح وحده. رقم اثنين في الاحترافية أيضا أنه لم يهدد ولا يتوعد بغياب عن منتخب مصر حتى يستجاب إلى طلباته. المشكلة كلها بأمانة شديدة صعبها محمد صلاح رامي عباس عندما هدد وتوعد بحل اتحاد كرة القدم المصري إذا لم يستجب لهذه الطلبات. نعم. وأعتقد أن هذا الأسلوب هو الذي أشعل الأزمة في حقيقة الأمر، لأن كل أعضاء اتحاد الكرة على رأسهم أنا بريدة حريصون تماما على أن يضع محمد صلاح في المكان الذي تليق به وأن يوفر له كل أسباب النجاح. نعم، وصلت الفكرة، يعطيك ألف عافية. كنت معي مباشرة من القاهرة الناقد الرياضي الأستاذ عصام سالم، يعطيك ألف عافية. وصراحة مثل يعني نجم مثل محمد صلاح مش بس بزنس كلاس، بيحتاج يعني والله طيب بيستاهل مش فيرست كلاس، برايفت جيت. راح نروح لفاصل ثاني في هذه الحلقة بعد الفاصل المتابعة.